يعني لطيفة. أنا طالعة أخت دينا الشربيني، و يعني بنقعد شوية كده مش فاهمين إيه الموقف عندي يعني، لحد ما بيبقى في ريفيل معين كده. طبعا في قصة جواز وطلاق، والقصة دي مهمة لأن الموضوع اجتماعي خاص بالطلاق. الأخت هنا محرضة ولا لا؟ والله أنا طيبة في المسلسل ده. والله لا، ما حرضتش خالص. لا. طيب أنت شايفة إزاي قصة الطلاق؟ إن مثلا إحنا عاملين قضية اجتماعية وبنتكلم عن الطلاق والجواز، وإحنا دايما بنتكلم عن مات. هو مش حكاية رسالة، هو بس المعالجة، طريقة الطرح بتاع القصة، ان الكابل اللي هو في مشكلة ما بيعدوا بتجربة معينة، مش عايز احرق يعني، تطوراتهم النفسية عاملة ازاي. فهو ده هو الوضع النفسي للناس في التجربة دي، بس ده اللي انا اقدر اقوله يعني. موضوع معالجة بس ما فيهوش مثلا الشخصيات، مش هحرق عليك. لا معرفش. طيب زي ما قلت لك، احنا يعني شفناكي كده في كذا عمل اجتماعي، بدأتي تاخدي الخط ده رغم ان انت بدأتي تلمعي الاول خالص والناس تعرفك في سفاح الجيزه ودور سايكو شويه. طبعا بحب دور سفاح الجيزة قوي، بس حابة اني ما تزنقش في صندوق معين او في دور معين يعني. مبسوطة قوي الحمد لله ان ادوار جت فيها التنوع ده، يعني بزيت مسار اجباري ودون سابق انذار في رمضان، الحمد لله يعني كان في اختلافات، بس يعني سعيدة انه الحاجات. بتعتبري سفاح الجيزة نقطة انطلاق؟ اه حتى لو الدور صغير، بس لا هو ممكن ما عرفونيش على طول، بس هو بالتأكيد كان النقطة اللي بعدها بدأت أشتغل مساحات أكبر. تمام. الناس بدأت تتخطى سفاح الجيزة والدور وينادوكي يعرفوكي بمسار إجباري أو يعني الأدوار اللي بعد كده؟ أعتقد يعني وقت مسار إجباري كان في انقلاب على حنين، كان زعلانين مني قوي، فحاسة لا يعني على الحمد لله يعني كان في، وفي ناس برضو كتير كانوا مركزين مع نهى في بدون سابق انذار، فالحمد لله يعني الادوار الثانيه برضو علقت شويه، وشكله يعني دي الهويه بتاعتي، فاكيد اكيد لازم يكون في تركيز، و يعني انا عايزه استخدم ده ازاي وفهم الادواتي، فاكيد يعني حاجه معانا. في بعض القصص والاوضاع المعينه طبعا ساعات بيبقى لا، وفي ناس بتتطلق بلا سبب، في ناس بتتسرع انه كان ممكن ما يتطلقوش على اسباب يعني ممكن تكون مش قويه قوي للدرجه، بس في طبعا حاجات قصص لا يعني ما كانش ينفع فيها غير كده، فهو الحمد لله انه هو اوبشن موجود، بس الفكره بقى انه الواحد بس يحسن استغلاله. الحاجه اللي ممكن تخليكي لو انت في الموقف ده لا ما حاجات كتيره يعني، ما في حاجات اللي هي بديهيه عند كل الناس يعني، الخيانه، الكذب، لو الشخص مؤذي، الشخص الزوج يعني توكسيك طالع موضه دلوقتي. لا يعني كله ما يعني اي حاجه ما فيهاش اذى ممكن نتكلم فيها، بس الاذى صعب يعني.